ذاكرة تحمل في طياتها ماض ذهب لكنه يعود اليوم مع ترميم كنيس بيروت، فمعظمهم يهود هاجروا دون عودة. من كنيس بيروت إلى كنيس نيويورك، فبين هوية وطن وانتماء دين ذاكرة لفها النسيان، وها هو الحنين يعود إلى الزمان والمكان. ابتداء كلامنا ومفتاح أفوامنا يوجب علينا شكر إلهنا الذي من جميع الشعوب استخارنا ومن مصر أفدانا. غادر الحخام إلى عباد لبنان بعمر 7 سنوات، وها هو اليوم يترأس الجالية اليهودية العربية في نيويورك والتي تضم يهودا من لبنان وسوريا. بتذكر لما كنت صغير كنت ألعب مع أصحابي بالشارع ببيروت، كنا نروح على المدرسة ونروح نصلي كمان بالكنيس مجن أبراهام، كان في كمان كنايس هناك ونتسلى. وأفكار الزلمة دائما هم بيكون ولد وصغير، بتذكر شغلات حلوة كتير. لأي مدى تحس حالك لبناني؟ على طول يعني إذا بدك تقلي أنا اسمي، بقول لك اسمي إلي عبادي وأنت شو بقول لك أنا لبناني. يعني صعب واحد يترك محل ما الزلمة خلق وارتبى. وعن كنيسة بيروت ذكريات من الطفولة كبرت مع ترميم الكنيس الذي كاد أن يصبح منسيا. لا أكيد خصنا فيه نحب نشوف إنه الكنيس تتعمر من جديد، وأكيد إذا ممكن يكون في جمعية يهودية ساكنة هناك وتستعمله أحسن وأحسن. بس بالقال لي إذا حتى إذا ما في جمعية إذا الكنيس بتضل مثل مش موزيوم بس مثل صنم للجمعية اليهودية اللي كانت هناك ببيروت، فكمان تكون حلوة. حضرت القهوة والحلويات العربية، ولم يغب الحديث عن الشوق للبنان الذي لم يزره أبداً منذ مغادرته. ما زرت لبنان بس بشوفها دائماً بالأفلام وبالصور وبالأغاني، ومشتهي أخو معي شي جمعية 30-40 زلمة نروح نزور سوريا ولبنان، مثل غنيت فريد الأطرش بوساط الريح. بوساط الريح جميل ومريح وكله أمان ولا البلمان. بوساط الريح بوساط الريح. حلم الحخام عبادي بزيارة لبنان لن يتحقق إلا باستقرار الأمن وأحلال السلام. أنا مشتاق وبراني الشوق ودوايا في سوريا وفي لبنان. ب2006 إسرائيل مجبورة تدافع على البوبوليشن تبعولها بالشمال، ولبنان مجبورة كمان تحامي على الـ على الـ على البوبوليشن تبعولها بالجنوب. الشغلة الصعبة إنه كيف نقدر نعطيها للبنان استقلال منيح، إنه تقدر تساوي أشغالها الانترناشونال، وما يكون لبنان بلد مفرق بين شعوب يا بين دين. هي بفتكر التصعب بين إسرائيل ولبنان، إنه ما في بوليسي نكون ناشونال تبع لبنان، أن تقدر إسرائيل تتحكوا مع بعض ويسووا إذا مش سلام بالأقل ممنوع الحرب. كما ويرى الرباي إليه بأن الاحترام هو أهم ما يجب أن يميز العلاقة الإسرائيلية العربية. في مثل بإسبانيولي أنا تعلمته هاي بالمكسيك بيسموه el respeto al derecho ajeno es la paz، يعني إذا واحد بيحترم الريسبكت تبع زلمة الثاني في سلام. بقى لازم كل الجيران إسرائيل وكل جيران البلاد العربية يقبلوا بعضهم، يقبلوا بعضهم أنه they exist. بس ما يقبلوا بعضهم ويفضلوا بعضهم يقولوا أهلا وسهلا بقى بيصير سلام. رجعت وصليت والسماء يسمع مني. مروان زعتر لبرنامج اليوم نيويورك. عبالك عجبالك رجعت وصليت والسماء قريب.